أضاف طبعا إلى خرق بالأمس وهو إطلاق النار على المواطن الفلسطيني الذين حاولوا الوصول من الجنوب إلى شمال قطاع غزة، ولكن البندين الأولين عمليا هما الأهم في سلسلة الخروقات الإسرائيلية. طيب ده معناه الهدنة انهارت، ولا ممكن يعني زي ما بقول كده نقدر نشتغل على ربما دلوقتي عندنا عاجل الآن مصر توصلت إلى حل لهذه الأزمة الآن دكتور أشرف؟ نعم، هو هناك جهود مكثفة من كل الأطراف الوسيطة وخاصة من الشقيقة مصر لإنقاذ موضوع الهدنة، نعم وبالتالي متوقع أنه في أي لحظة يتم استئناف العملية. وكان هناك اجتماع لدى المجلس الحرب الإسرائيلي مع كل قيادات المستوى العسكري لتدارس الوضع وكيف يمكن المضي قدما بالصفقة، وعلى ما يبدو أنه يمكن أن تكون إسرائيل قد تراجعت عن خروقاتها، ولهذا السبب سيادة الوزير ربما الخبر المهم مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية، وإنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقررا لها، وبالتالي هل ربما يحدث هذه الليلة ولا تؤجل للغد؟ يعني باعتقادي أنه ربما تحدث هذه الليلة، لأن الأسرى جاهزون وال يعني الشاحنات والسيارات التي ستقول لهم جاهزة. الأسرى الفلسطينيين نقلوا إلى مركز السجن عوفر، وهناك يعني باصات جاهزة لنقلهم، وأعتقد أن الجانب الفلسطيني هو أيضا جاهز لتسليمهم للصليب الأحمر ليسلمهم إلى لشقة في مصر خارج الحدود. طيب يعني إذا اتفضل الأمور تمت يمكن أن تحدث العملية هذه الليلة. سيادة الوزير، ربما لأنه زي ما بقول كده الهدنة، لأنه كان النهاردة في أخبار إيجابية الصبح أنه ممكن الهدنة بدل 4 أيام ممكن تمدد يوم تاني أو يومين كمان، كان في أخبار إيجابية النهاردة صباحا، صحيح، ولكن فجأة لقينا يعني هذا التراجع، ولكن مصر نجحت دلوقتي أنها يعني الأمور تعود كما كانت. يعني نقول الحمد لله ونأمل أن تستمر، لأن الهدنة مهمة جدا للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ليلتقطوا أنفاسهم وليحاولوا الحصول على الأمور الضرورية لهم لإنقاذ الناس تحت أنقاض المباني المهدمة، للوصول إلى الغذاء والماء والوقود وكل مستلزمات الحياة، لمحاولة يعني معرفة مصير الأقارب والمعارف والأصدقاء في كل قطاع غزة، وأيضا لأن هذه ربما تشكل آليات لوقف إطلاق النار دائم، على أساس أن الهدنة تمتد وتمتد ويصبح صعبا على الجيش الإسرائيلي استئناف العمليات العسكرية بنفس الزخم والقوة السابقة. بالتالي موضوع الهدنة مهم جدا، طبعا بالإضافة إلى موضوع آخر وهو مهم بالنسبة لفلسطين، وهو إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجن الاحتلال. سيادة الوزير، بالتالي ربما كلام على تجهيز شاحنات مساعدات لنقلها إلى شمال غزة لاستئناف صفقة التبادل. نعم، إنه هذا السبب الرئيس ل يعني امتناع حماس عن إطلاق سراح الدفعة الجديدة من المحتجزين الإسرائيليين، لأن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق كما يجب ونقل الشاحنات المساعدة إلى منطقة شمال قطاع غزة، وربما يعني حصل تطور في هذا الجانب. باعتقادي أن كل الأطراف معنية بإتمام عملية الهدنة وصفقة التبادل لأنها مريحة لكل الأطراف باستثناء إسرائيل، ولكن إسرائيل أيضا تخضع لضغوط سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الأطراف الإقليمية من مصر قطر وبعض الدول الأوروبية، الكل يضغط باتجاه أن تنفذ الصفقة. سيادة الوزير، ربما يعني من امبارح بعد عملية الإطلاق سراح الكثير من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، حضرتك بتقول انه اختاروا يعني سلطات الاحتلال اختارت يعني بعض الاشخاص ما كانش مفترض انهم يخرجوا، مش ليهم الاولويه.
لا، هو الاتفاق مع الإسرائيليين أن بقائمة الأسرى فيما يتعلق بالنساء والأطفال يتم بناء على الأقدمية، أن إسرائيل لا يعني تغير في جدول الأولوية هذا. إسرائيل تقوم للأسف باختيار من تريد إطلاق سراحه في الدفعة الأولى والدفعة الثانية وهكذا، وليس حسب الأقدمية. نحن نعتقد أن الأهمية أن يتم تبني الاتفاق وتنفيذه كما هو، بمعنى الأولوية للناس الأقدم الذين أمضوا فترات أطول في السجون، وهؤلاء أولى من الذين يعني اعتقلوا حديثا، ولكن إسرائيل تحاول التلاعب في هذا الأمر. مع الوزير، ربما مرة أخرى سيارات الصليب الأحمر تتحرك الآن لاستلام 13 أسيرا من حماس. نعم، يعني هذا هو تطور إيجابي بدون شك، وكل الشكر للشقيقة مصر على جهودها في هذا السياق، لأن هذا الموضوع مهم، مهم للمواطنين، مهم للأسرى، مهم للمنطقة، مهم لكل الإقليم، أن يتم وقف إطلاق النار حتى لو بدأ بهدنة محدودة تمتد إلى 4 أيام، ويمكن أن تمتد إلى أيام إضافية، ويمكن أن تصبح وقف إطلاق نار شامل في نهاية المطاف. سيد وزير، امبارح سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بعقد مؤتمر دولي عاجل للحصول على يعني اعتراف دولي بدولة فلسطينية مستقلة. ماذا عن هذا التحرك الآن، وبيتم بلورة كل هذه التفاصيل في الوقت الحالي؟ نعم، يعني أصبح واضحا لدى كل الأطراف الدولية